مي زيادة علامة مغايرة في الأدب العربي الحديث بالنظر إلى وجودها في زمن كانت الكتابة النسائية فيها نادرة وخفرة، فجاءت هي بجرأة واسعة واقتحمت تلك الحقبة. عبثا نتغنى بالكلمات الجميلة، كلمات الحرية والاستقلال. إذا أنتم احتفظتم يا رجال الشرق بنواة العبودية في بيوتكم بأشخاص نسائكم وبناتكم، أو يكون أبناء العبدات أحراراً يا ترى؟